كلكم تعلمون ما هي الوضعية المزرية التي وجدنا عليها البلاد في 2019، آخر سنة من عشرية مافيوية، من اقتصاد منهار، أجور تكاد لا تدفع للعمال بسبب خطابات البهتان التي تحججت وأدعت وادعت عجز الخزينة العمومية عن صب الرواتب وباحتياط صرف متأكل تآكل وصل إلى أدنى مستويات، وفساد عام نخر كل القطاعات في انحراف غير مسبوق شهدته عشرية المافيا أو العصابة، ثم التخلي فيها عن كلية من الطبقة العاملة والطبقة الوسطى الهشة نتيجة لاتباع سياسة رأسمالية متوحشة ازداد فيها الغني غنى والفقير فقرا. خطاب سياسي آنذاك مدمر داخل في خطة مدروسة، إسقاط يعني المعنويات الجزائريين إلى أدنى حد حتى يتقبلوا قرارات خطيرة لتسليم البلاد إلى غير أهلها. هذا هو الأساس تاع الخطاب، ما عندنا والو، ما نقدروش، وحنا لا شيء، والدراهم ما بقاوش، ولو كما نسحبش العملة ما عندناش باش نخلصوا الناس، وجوع كلبك يتبعك وما نعرفوهاش، وكلها من هذا القبيل، والدراهم ما بقاوش، ما عندنا ما نديرو، يعني باش نتقبلوا صايقين كي 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 الخروف تاع العيد. دينا لا فامي، دينا لا بنك مونديال، باش نفقد كل سيادة على بلادنا ونصبح قطيع مثل ما هو الشأن في عدة بلدان حاليا. الخطاب هذا كل مناط ضد هذا الخطاب دفع الثمن، وثمن غالي هو ولا أولاده. بدأت حركية باش نبيع ممتلكات الدولة، وبالطبع شكون يجري؟ هما. وبداو يخيروا في لي زوتيل، شكون يدي لوتيل فلاني، شكون يدي هادي، شكون يعطي لولادو كذا، شكون يعطي لولادو كذا. على هذا الأساس اللي جا الحراك المبارك اللي سلك هذه البلاد.